بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كم يا هلال محرم تشجينا، ما زال قوسك نبله يرمينا، كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا. ازدلفت طغاة أمية كي تشفين من الحسين ضغونا، نادى ألا هل من معين لم يجد يا أبا عبد الله إلا المحددة الرقاق معينا، فهوى على وجه الصعيد مبضعا، أين المنادي وحسينا؟ أيوا سيدا، فهوى الصعيد مبضعا، ما نال تغسيلا ولا تكفينا. وسروا بنسوته على عجف المطار، هي تطوي سهولا بالفلا وحزن. ما شاء الله يا نا أو مثل زينب وهي بنت محمد برزت تخاطب شامتا ملعونا، فغدا بمحضرها يقلب مبسمه
السمع كان النبي برشفه مفتونا. وضعوا زينب على ناقة ضنعاء أبعدوها عن الحسين وعينها تربي على جسد أخيها. يا حسين لا تقول ما عندك مروة يا أبا عبد الله مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة. خويا أنا ما خوذة يا حسين قوة، خويا شوف الشمير بيش استغراها خويا شوف الشمير بيش ما هو سلطة علمتوني تلاوة. خويا شمر والله ضربني علمتوني وشتمت. خويا شتمني ولا انكسر قلبه ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. للتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان ولقبول مجلسنا وشفاء مرضانا بالأخص الأخ العزيز مريضنا المنظور اللي قصدناه بالدعاء إن شاء الله، لتعجيل في فرج المولى ولشفائه إن شاء الله ولقضاء الحوائج، عطر المجلس وأفاهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. اللهم صل على محمد. أحسنتم بارك الله فيكم. طبعا نحن كما نعلم إخواني أعزائي على أن القرآن فيه مدح وفيه ذم، صح ولا؟ بعض الناس الله مدحهم بالقرآن، وبعض الناس الله سبحانه وتعالى شنو ذمهم بالقرآن. وبالقرآن مو كل أخوة شواذ، كل من مذكور بالقرآن خير يعني؟ لا، في القرآن الكريم أكو ناس الله ذمهم وأكو ناس الله مدحهم. أنا هذا استفتاح المجلس، هذا أول ليلة أول مجلس افتتاح واستفتاح بقية المجالس، ولهذا البحث عام جدا لا يخص آية معينة، عام لكن بالجايات إن شاء الله يخص آية آية. ولهذا في القرآن أكو بعض الناس الله مدحهم بعض الناس الله ذمهم، سواء من الرجال أو من النساء. اللي الله سبحانه وتعالى مدحهم واللي الله سبحانه وتعالى ذمهم في القرآن الكريم ذمهم ومدحهم بثلاثة طرق، هي أربع طرق بس الطريق الرابع أنا ما ذكر لأن ببحث هواي طويل. بثلاثة طرق، الطريق الأول في بعض الناس الله مدحهم أو ذمهم بذكر الاسم، بذكر الأسماء، قال فلان خير أو فلان مو خير، ها هي نص الكلام، فلان جاب ذكر الاسم. في بعض الأوقات الله يذكر الأسماء لمدح الأشخاص أو لذمهم بذكر الاسم. يعني مثلا نجي إلى الرجال اللي الله مدحهم، بس ساعدني بالآيات أترجاك، ساعدني بالآيات خاف أخطأ بيها. أنا عندنا بعض الرجال الله مدحهم بمن؟ بالاسم. مدحهم بمن؟ احكي وياي بالاسم مولانا. يعني مثلا احنا كم نبي عندنا مولاي بشكل عام؟ كم نبي عندنا؟ 124,000 نبي. من منكم يدري كم نبي مذكور اسمه بالقرآن؟ بس قل لي، حتى لو هيك حكايات اشمرها علي انا جابك. ايش قال؟ 25 بعد
شوي أنزل 24. زي مولانا الأنبياء المذكورين المتفق عليهم، المتفق عليهم المذكورين بالقرآن الكريم 24 نبي: عيسى، موسى، إبراهيم، زكريا، هود، صالح، النبي الأعظم، هذا كلهم مذكورين. إيش قد مولانا؟ 24 نبي المتفق عليهم. المختلف عليهم 25 نبي. ليش مختلف؟ لأن عندنا ذو القرنين ويسألونك عن ذو القرنين. هذا ذو القرنين نبي لو مو نبي؟ أكو رأي للعلماء، يعني أكو رواية وأكو رواية ثانية. الرواية الموجودة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ذو القرنين نبي من الأنبياء. إذا قلنا هذا زلمتنا ذو القرنين نبي من الأنبياء، إيش قد يصير المولد المذكورين بالقرآن؟ 25. إذا قلنا ذو القرنين مو نبي، اللي أقل يعني قلة من العلماء يذكرون على أنه مو نبي. زين، هسه على الرأي الثاني، إن قلنا بأنه ليس بنبي، إيش قد اللي مذكورين بالقرآن بالاسم؟ 24. هذول اللي الله ذكرهم 24 نبي أو 25 نبي، مدحهم أو ذمهم؟ مدحهم. أعطيك الآيات، كم آية؟ بسم الله الرحمن الرحيم: سلام على نوح في العالمين. سلام، مدح لو ذم؟ مدح، سلم عليه، سلام، شوف بالاسم، سلام على نوح بالاسم سلم عليه. بعد سلام على إبراهيم بالاسم، سلام على موسى وهارون بالاسم مثلا، وزكريا ويحيى وإلياس وعيسى، كل من الصالحين، كل من الصالحين. شو مولانا؟ مدح لو ذم؟ مدح، لكن بمن؟ بالاسم، بمن؟ بالاسم. مثلا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم له اسمان، اسم في السماء واسم في الأرض. الاسم الذي في السماء مذكور بالقرآن مرة واحدة، والاسم الذي في الأرض مذكور بالقرآن ايش قد؟ 4 مرات. الاسم الذي في السماء أقرأه إليك، بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الصف، بسم الله الرحمن الرحيم: ومبشرا برسول يأتي من بعدي. هذا يقول عافية عيسى، جاوبني مولا، يحكي وياي، لا خلينا نحكي وحدي، يحكي وياي، أنا أحب المواكبة بالكلام وياي مع ما تعبك، بس أحب تحاكيني. زين، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. عافية عافية، اللهم صل على محمد. مدح لو ذم؟ مدح. ومبشرا، مبشرا، بشرى، بشرى، مدح. لكن الاسم الذي في الأرض كم مرة مذكور بالقرآن؟ 4 مرات. آخر مرة مذكور وين؟ في سورة الفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، بس ردها شوية أعلى، بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مدح لو ذم؟ مدح. إذن الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء بذكر الأسماء، ذكر اسمه وقال هذا خير. زين، بالمقابل عندنا من الرجال اللي الله ذمهم، هذول اللي الله مدحهم، عندنا من الرجال اللي الله شنو ذمهم. هسه 2 3 أنا وياك، واحد علي واحد عليك. الأول علي أبو لهب، إحنا هاي فالحين بأبو لهب، أبو لهب الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب. ذم لو مدح؟ ذم. بمن؟ بالاسم، شوف بالاسم. هذا واحد. الثاني طنيان فرعون، بسم الله الرحمن الرحيم، أنت قول الاسم والآية علي. بسم الله الرحمن الرحيم: اذهبا إلى فرعون إنه عفية طغى، طغى، طغيان. زين، مدح لو ذم؟ ذم. بمن؟ بالاسم. الثالث علي قارون، قارون: إن قارون، بسم الله الرحمن الرحيم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى يعني طغى عليهم، تجاوز. ذم، وذم بمن؟ بالاسم. إذن هؤلاء هامان عندنا مثلا: وأضلهم السامري. ياهو السامري المعروف، واضح مولانا؟ إذن بعض الأشخاص الله سبحانه وتعالى شنو؟ مدحهم بالاسم وذمهم بالاسم. هاي صوب الزلم. نجي للنسوان، النساء احنا ما عندنا مرة مذكورة بالاسم، مذكورة بالاسم بالقرآن الا امرأة واحدة بالاسم، بالاسم ما عندنا امرأة مذكورة بالقرآن باسمها الا مريم. مدح لو ذم؟ مدح. وين الآية؟ اعطيك آية، بسم الله الرحمن الرحيم: يا مريم
إن الله يا مريم، شوف الاسم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طبعا الاصطفاء الأول غير الاصطفاء الثاني، تم الصفاء اثنين. هو يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. واضح مولانا؟ هذه مريم من النساء الله مدحها. بعد ما عندنا مرة بالاسم الله ذمها، بالاسم الله ذمها. هذا الطريق الأول لمدح الأشخاص أو لذم الأشخاص عن طريق ذكر الاسم. زين، النوع الثاني لا، عن طريق ذكر الصفات. صفة الشخص يذكره بس اسمه ما يذكره، هم الرجال هم النساء. نجي للزلم، نجي إلى الرجال اللي الله مدحهم. أنا أقرأها إليك، قل لي ياهو، إذا ما تدري أنا جاوبك عليه. زين، شوف اسمه ما يذكره بس يذكر صفة الشخص. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، مستعجل، عفية، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، عفية، ياهو حبيب النجار، عفية، هذا حبيب النجار من المؤمنين، هذا من المؤمنين العرفاء الذي أنجى موسى عليه السلام. الله ما ذكر اسم حبيب النجار بس مدحه بمن؟ مدحه بالصفة. أعطيك بعد واحد، قل لي ياهو. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة غافر، وقال رجل مؤمن، مدح له ذم؟ مدح. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ياهو هذا مؤمن آل فرعون، شنو اسمه؟ اسمه حزقيل، اسمه حزقيل، اسمه مذكور؟ ما مذكور، بس الصفة مالته شنو مولانا؟ مذكورة. مدح له ذم؟ مدح. أعطيك بعد واحد، كلكم تعرفون هذا بلا استثناء بس الشاطر يجاوب. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الضحى، ووجدك يتيما، هذا هو اليتيم كان النبي. زين، ووجدك يتيما فآوى، الله آوى رسول الله في حجر من؟ في حجر أبي طالب، عافية. إذن هذه الآية إشارة لمن؟ لأبي طالب. مدح له ذم؟ مدح، لأن الله جعل حجر أبي طالب مأوى لمن؟ لأشرف خلقه ولسيد الكونين ومولى الثقلين محمد المصطفى. إذا كان هو طاهر فالحجر الذي يحمل النبي كون يصير؟ كون طاهر. فهل يعقل أن يكون أبو طالب مشرك يصير مشرك؟ يعني هل يعقل؟ قلت الناس يعني ماكو ناس. الله سبحانه وتعالى يجيب أشرف الكائنات، يجيب سيد الأنبياء، يجيبهم يخليه في حجر واحد مشرك ويخليه في حجر واحد مسلم، ها؟ يعني ماكو قلت، ماكو غيره يعني، ولا نفخنا بس 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 المشرك. إذا النتيجة على أن أبو طالب شنو كان؟ كان مسلم وكان موحد، وحتى قبل الإسلام كان موحد، كان على دين الحنيف، على دين إبراهيم عليه السلام، دين آبائه وأجداده. زين، هذا إذن مدح الأشخاص بمن؟ بالصفة لبعض الرجال. زين، نجي للنسوان، ها؟ أو للرجال اللي الله ذمهم، خلي النساء هسه. الرجال اللي أنا راح أربطها الآن، الرجال اللي الله ذمهم بالصفة، ذمهم بالصفة، أقرأ قل لي ياهو. الزلم اللي الله ذمهم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن عفيه أن آتاه الله الملك، طاغية زمان نمرود، زمان إبراهيم وهو نمرود، واضح مولانا؟ اسمه مذكور؟ ما مذكور، بس صفة الشخص شنو مولانا؟ مذكورة. زين، هذا واحد. الثاني أعطيك يا مولانا، بس هذا أنا ما أذكر اسمه، روحوا أنتم دوروا عليه وشوفوا ياهو، أنا ما أدري ياهو، بس أدري أنه ضمير يرجع إلى واحد أكيد، يعني لما يقولون مثلا ضربه، أكيد ضربه، الهو وين ترجع؟ ترجع إلى واحد أكيد، هو مو هشتاي، هذا الضمير رجع إلى اسم، واضح مولاي؟ زين، في القرآن إيش عندنا مولاي؟ عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، سأصليه سقر. سقر ما تعرفه شنو؟ سقر طبقة من طبقات أو دركة من دركات جهنم. الله يقول هذا راح هيك أشوي، هذا أصلي صلي هيك على سقر. زين، شنو هذا؟ منه ما أدري أنا. سأصليه سقر، وما أدراك ما سأصليه، هي هذا الضمير، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. إيش قد عليها 9 10؟ إذن هذا ذم له مدح؟ ذم واضح، واضح مولاي؟ زين، هذول من الرجال اللي الله مدحهم ومن الرجال اللي الله ذمهم. نجي للنسوان، للنساء، النساء
عندنا نساء الله مدحن مدحن بس اسمهن ما اذكر، بس قل لي ياهي بس قل لي ياهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأته، هاي اللي الله مدحها، وامرأته قائمة فضحكت. زوجة من؟ زوجة إبراهيم، عفية. هذه لما الله بشرها بولدها، شو اسمها؟ اسمها سارة. اسمها ما مذكور، واضح مولانا؟ لكن أنت الصفات لها. وامرأته قائمة فضح، هاي واحدة من المؤمنات. أعطيك بعد واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، آمنوا مدح لو ذم؟ مدح. آمنوا امرأة فرعون، عفية، شو اسمها؟ آسيا. مذكور اسمها؟ ما مذكور. دور لي بالقرآن إذا لقيت اسم آسيا، ماكو. زين، لكن الصفة مالتها شنو مولانا؟ مذكورة. أخواي النساء اللي الله ذكرهن، أعطيك بعد وحدة، أعطيك بعد وحدة لا تفوتنا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا، عائلا يعني شنو؟ يعني فقيرا ما عنده شيء. ووجدك عائلا شنو؟ فأغنى. ياهو، عافية. السيدة خديجة، لأن ما قام الدين وما استقام إلا بسيف علي وأموال خديجة. هذا العائل، ذاك الحجر حجر أبي طالب، وهذا المال مال أموال خديجة. واضح مولانا؟ زين، هذا من النساء اللي الله مد... بعد وحدة، بعد وحدة، بعد وحدة ما نفوتها، بس هاي يرد لها قوة. ترى هواي، ترى النساء هذه هواي، بس أنا أعطيك بعد وحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كل الآيات هذه ترجع إلى واحدة، وهي فاطمة الزهراء. الله عفية، عفية. محمد وآل محمد. أحسنتم، ذكر آل البيت يحتاج إلى صلوات عالية. الله صلى الله عليه وسلم. محمد وآل محمد. زين، هذا من النساء اللي الله مدحن. ها، عدنا بالمقابل نسوان الله ذمهن. حس نذكر وحدة اثنين كافي. زين، خاطر نوصل، قلت لك هذا ترى المحاضرة الأولى محاضرة عامة جدا، ما خصصت آية. ترى أنا لو أخصص آية أذكرها في أول المنبر. زين، ياهي من النساء اللي الله ذمهن. أول وحدة علي، الأولى زوجة أبي لهب. إحنا قلت لك فالحين بأبو لهب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله قرأ الآيات وياي خاطر نكررها. تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما بعد. سيصلى نارا ذات بعد. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هاي شو اسمها؟ أم جميل. هاي أم جميل زوجة أبي لهب. هذا أبو لهب وزوجته أم جميل يطون الأطفال الصبيان، يطونهم فلوس فلوس، يقولون إذا مر محمد الأمين فاضربوه بالحجارة. فيمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضربون النبي بالحجارة. يجي أبو لهب أو تجي زوجته، هاي أم جميل، يحفرون حفر حفر حفرة حفرة، هاي حفرة، ويخلون بها أشواك، ليخلون بها جمر، يجبرون النبي بضرب الحجارة لكي يسقطوه. وين مولانا؟ في هذه الحفرة. طبعا ما سقط النبي ولا مرة. زين، الله أظهر كيدهم. زين، الشاهد مولانا الله ذمها، ذمها، بس ما ذمها بالاسم، ذمها بمن؟ بالصفة. ذكر صفاتها بس ما ذكر اسمها. زين، هاي من النساء. أطيق بعد اثنين طبق، اثنين طبق في سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين كفروا. مدح لو ذم؟ ذم. كفروا ياهن امرأة نوح وامرأة لوط، زوجات أنبياء. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا نسوانهم تحت عبدين من عبادنا صالحين. شنو؟ فخانتاهما. الله أكبر، فخانتاهما. زوجات أنبياء يخونا شنو؟ النبي. فخانتاهما خيانة. زين، الشاهد مولاي العزيز، إذن أكو نسوان الله ذمهن وأكو نسوان الله مدحن. واضح حبيبي؟ هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث للمدح والذم عن طريق ذكر الأعداد. في بعض الأوقات الله سبحانه وتعالى يذكر عدد الأشخاص. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قبل لا أقول لك الآية، حواري أو نقباء موسى. نقباء موسى شقد؟ 12. حواري عيسى؟
12 وأئمة محمد 12. اللهم صل على هسه لما تجي إلى القرآن الكريم 12 نقيب لبني إسرائيل، الله شو يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبعثنا فيهم 12 نقيبا. اسمهم مذكور؟ ما مذكور، بس شنو مولانا؟ بس العدد. في آية ثانية بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين اثنين اسمهم مذكور؟ ما مذكور، بس ذاكر شنو؟ العدد اثنين. زين مثلا إنا أرسلنا إليهم اثنين فعززناهم بثالث، شوف اثنين ثلاثة العدد بس الاسم ما مذكور. مثلا تجي إلى بنات شعيب قالت إحداهما، إحداهما يا هي ما مذكورة اسمها ما مذكور بس العدد واحدة من الاثنين مذكورة. إذن في بعض الأوقات الله سبحانه وتعالى يذكر الأعداد. هسه نجي نطبقها على آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، نشوف أهل البيت سلام الله عليهم. نجي إلى الإمام أمير المؤمنين ونجي إلى الإمام الحسين عليه السلام صاحب هاي الليلة. الإمام أمير المؤمنين هو خير من الله مولانا، حدث ولا حرج، أذكر لك آيات مكتفي بعد بالإمام علي عليه السلام. الإمام علي خير من الله مولاي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعض النواصب يذكر في كتابه نزلت وأشارت لعلي بن أبي طالب، نزلت في علي بن أبي طالب أكثر من 600 آية في القرآن. والفضل ما شهدت به هذا الهيش يقول 600 آية في القرآن. احنا شو نقول مولانا؟ احنا نقول لا، القرآن كله نزل في علي بن أبي طالب، إما في علي وإما في شيعة علي وإما في ذم أعداء علي وإما أحكام وفرائض، وهذه الأحكام والفرائض لا يفسرها إلا علي. اللهم صل على محمد. الآيات جدا كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم، بسم الله الرحمن الرحيم فمن استمسك بالعروة الوثقى، بسم الله الرحمن الرحيم وتعيها أذن واعية، بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هاي كلها في حق أمير المؤمنين، أولئك هم خير البرية علي أمير المؤمنين والعاديات ضبحا، ارجع لها تفسيرها، ترجع لها أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر علي أمير المؤمنين، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، المؤذن على الأعراف والمؤذن في الدنيا علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين هذا في الإمام علي، وأكو بعد آيات، لكن نجي إلى الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين اللي هو الآن معنى كلامنا مع الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عند آيات أشارت إلى الحسين إما تفسيرا وإما تأويلا، إما من ظاهر الآية وإما من باطن الآية. واضح مولانا؟ لأن نحن الشيعة نعتقد على أن القرآن له ظهر وله باطن، وكما يقول الإمام المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه للقرآن ظهر وباطن ولبطنه باطن لهالدرجة هذه. فبعض التفاسير الموجودة عن أهل البيت هذه الآية تشير إلى الإمام علي، هذه الآية تشير إلى الإمام الحسين مثلا أو إلى الزهراء مثلا أو إلى الإمام الحسن، إما بظاهر الآية وإما بباطن الآية. زين يمكن ظاهر الآية لها معنى لكن باطنها لها معنى آخر. واضح حبيبي؟ زين إذن أكو ظاهر وأكو باطن، والأمثلة جدا كثيرة. مثلا لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم، ظاهر الآية الله عنده إيد، صح ولا لا؟ ظاهر الآية الله شو عنده؟ عنده إيد، بس صدق الله عنده إيد؟ ها
الله ما عنده ايد. زين كان ليش يقول يد الله الله عنده ايد؟ ليش يقول؟ نقول هذا ظاهر الايه، وانما المفهوم وباطن الايه شنو مولانا؟ السلطه والسيطره والقوه والقدره الالهيه والتدبير الالهي. واضح مولانا؟ مثل ما نقول ايده فوق اليدين. واضح حبيبي شلون؟ فاذا مولانا العزيز اما ظاهر الايه يشير الى آل البيت، واما باطن الايه. انت لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم، لما ترجع للتفاسير الى تفسير البرهان للبحراني رحمة الله عليه للسيد البحراني، او ترجع الى تفسير نور الثقلين للحويزي، وترجع الى بقية التفاسير الشذكر يذكر الذبح العظيم ظاهرها صح الكبش الذي نزل من السماء فذبحه ابراهيم بدل عن اسماعيل، لكن الروايات من باطن الآية من باطن القرآن شو يقول الذبح العظيم؟ هو الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لما تجي إلى بقية الآيات كاف ها يا عين صاد، صحية من الحروف المقطعة، زين اللي لا يعلم تفسيرها إلا الله، أسرار ورموز بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من باطنها يقول لك لا، إنما هي إشارة علما إلى قضية كربلاء وقضية الحسين عليه السلام. لما تجي إلى آية ثالثة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس مطمئنة، اللي يقول الإمام الصادق عليه السلام اكثروا من قراءة سورة الفجر، فإنها سورة الحسين عليه السلام، الحسين بن علي، اقرؤوها في فرائضكم ونوافلكم. فقال رجل يسمونه أبو أسامة، قال له يا رسول الله وكيف هي سورة الحسين؟ قال له سورة الحسين أما تقرأ يا أيتها النفس المطمئنة؟ النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى الله سبحانه وتعالى وهي راضية ومرضية، وأمرها الله بإدخالها مع عباده المكرمين ومع وفي جنته، ياهو الحسين صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه وشيعته. إذن هذه سورة تسمى بسورة الحسين عليه السلام. إذن آيات عندنا أشارت إلى الإمام الحسين، سورة الفجر مثلا، هذه الآية سورة مريم مثلا، وفديناه بذبح عظيم مثلا، وأكو آيات كذلك، آيات تشير إلى المولى أمير المؤمنين. ولهذا الله خلد ذكر الحسين عليه السلام وأعطى الحسين هذا النور الشامخ. نور الحسين من نور الله، نور الله يطفأ؟ لا. شي يقول يريدون ليطفئوا، قبلها آية بسم الله الرحمن، بالله اربط آية بآية، انت شاطر. الله نور السماوات الله نور السماوات والأرض. تروح إلى آية ثانية شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بمن؟ بأفواههم والله متم نوره. يعني هذا النور ينطفئ ولا ما ينطفئ؟ يعني ما ينطفئ، نور الله، الله نور. الآية الثانية يقول نور الله ما ينطفي. تجي إلى ابن عباس ينقل عن رسول الله، يخاطب الإمام علي يقول له يا علي أنا وأنت من نور الله، أنا وأنت من نور الله. فإذا كان الله نور ونوره لا ينطفئ، وعلي ورسول الله من نور الله، فالحسين حسين مني وأنا من حسين، فإذا كان رسول الله من نور الله فالحسين من نور الله، خلاص. فإذا كان نور الله ثابت ولا ينطفئ، هيهات أن ينطفئ، فكذلك نور الحسين هيهات أن ينطفئ، فيبقى سرمديا أبديا. ما دام نور الله موجود، نور الحسين هم موجود. زين، هاي وحدة. أعطيك وحدة ثانية. أنت لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها بعد شنو؟ ويبقى وجه ربك، بس اللي يظل بس وجه الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الله يروح لو يبقى؟ يبقى. تقرأ في دعاء الندبة شو تقول؟ أنت وجه الله. يا هو وجه الله الإمام، كلهم طبعا، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا خليك أعطيك قاعدة أنه مولانا إذا فضيلة نسبت لأحد الأئمة فهم كلهم نور الله، كلهم وجه الله. واضح مولانا؟ كلهم نور واحد، وكما قال رسول الله أولنا محمد، أوسطنا محمد، وياي آخرنا محمد، فكلنا محمد. هذه اثنين. الثالث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الحسين، شي يقول له؟ يقول له أنت سيد، أنت السيد
ابن السيد وأبو السادات، وأنت الحجة ابن الحجة وأبو الحجج، وأنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمة، من ولدك أئمة تاسعهم المهدي. هاي كلها عن من؟ عن الإمام الحسين سلام الله عليه. هاي ثلاثة. أربعة، ترجع إلى حديث متواتر معروف جدا لا ينكره منصف وعاقل، وهو إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. من جملة العترة ياهو الإمام الحسين عليه السلام. هاي بين القرآن وبين العترة إخواني يا عرب، أنتم أذكياء عقلاء. بين الكتاب والعترة شنو؟ أي حرف أكو؟ حرف الواو. هاي الواو تسمى واو العطف. تعرف واو العطف شو تسوي؟ واو العطف تعطي حكم ما قبلها لما خلاص. يعني لما تقول أنت مثلا جاء حسن وحسين، يعني جاء حسن وجاء حسين، واضح مولانا؟ نسبة المجيء لحسن نسبة علما لحسين، واضح مولانا؟ هذا حرف الواو، هاي شغلها مولانا، تنسب شيء لشيء، تعطي حكم ما قبله لما بعده. نفس الحالة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و شنو؟ عترتي. كتاب الله شنو من صفات به؟ كتاب الله نور، العترة نور. كتاب الله هداية، العترة هداية. كتاب الله رحمة، العترة رحمة. كتاب الله واجب الاتباع، العترة واجب الاتباع. كتاب الله واجب الطاعة، العترة واجبة الطاعة. كتاب الله معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله معصوم، العترة معصومة. تقبيل القرآن وجلد القرآن جائز، تقبيل الأئمة وقبورهم جائز. قاعد هو يقول كتاب الله وعترتي. إذن كل ما للقرآن من صفات في القرآن احملها علما للعترة وعترتي. كتاب الله وعترتي. فالحسين هو قرآن الله وهو كتاب الله الناطق. إذا كان هذا القرآن كتاب الله الصامت، فالحسين هو كتاب الله الناطق، فكيف ينطفئ؟ وهذه مظلومية الحسين، بمظلوميته انتصر. ولهذا شعارنا شنو؟ انتصار الدم على السيف. ذبح الحسين في كربلاء، نعم، قتلوه في كربلاء، نعم، لكن من المنتصر؟ شوف الأعداء. بالله عليك أسألك سؤال، بس سؤال واحد، الكربلاء من جيش عمر بن سعد هم ماتوا جماعة لو ما ماتوا؟ ماتوا. والمورخون وأرباب المقاتل شو يقولون؟ عمر بن سعد أمر بدفنهم قبل الرحيل، صح لو لا؟ وين قبورهم؟ ما تلقى لك ولا قبر بيهم، صح لو لا؟ وين قبورهم؟ 10 20 30 40 100 200 500 نفر ميتين، ما أدري أنا. زين، ماكو عدد يحصي مولانا العدد اللي هلكوا. زين، وين قبورهم؟ وين أنت شوف لك قبر منهم؟ لا، لكن تعال إلى أصحاب الحسين، هذه القبور الشامخة. تجي إلى حبيب بن مظاهر الأسدي، هذا القبر الشامخ. تجي إلى الحسين، إلى سيدهم، هذا الحسين وارد المنون، تطوفه القلوب والملائكة والأرواح والنفوس والعالم الكبير والصغير، المرأة والرجل، الكل يطوف حول قبة الحسين وحول ضريح الحسين عليه السلام. هذا الحسين بقى منارا، وأسس قبرا في قلوبنا، في قلب كل شيعي قبر للحسين عليه السلام. ولهذا يقول رسول الله إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أبدا. ولهذا بمجرد ذكر الحسين القلوب تهفو إلى أبي عبد الله، تتوجه إلى البكاء، تتوجه إلى الخشوع والخضوع. هذا الحسين. ولهذا الرواية يقول إذا خشع القلب ودمعت العين فالدعاء مستجاب. ولهذا نحن في مجالسنا ندعو. ليش ندعو؟ لأن القلب يخشع مع ذكر الحسين، العين تدمع مع ذكر الحسين عليه السلام. هناك وقف الحسين لا ناصر ولا معين، وحيدا فريدا، لا ناصر ولا معين، يلتفت يمين وشمال، ألا هل من ناصر ينصرنا؟
ماكو اي. الا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ ما يسمع صوت الا صوت اشبه الاصوات بصوت ام الزهراء سلام الله عليها، صوت من داخل خيمه النساء عسين. خويا الله يعينك مالك معين، خويا مالك معين، وقومك على الغبر مطاعي. خويا انا مني يا نجيب المرتضى من عمره يا خويا، انا مني يا نجيب المرتضى مني يا ابويا علي فزعه وفرد فزعه على حسن ابويا على عسيان، يطلبون ثار بدر وحنين. هناك سقط الحسين على رمضاء كربلاء، اين المنادي يا حسينا؟ لا تخجل لا تخجل، أيوة سيدة أيوة إمامة. توجهت زينب لأمير المؤمنين بويا علي، تعالوا لابنكم غسلوا بويا، غسلوا ولجفن وياكم دجي. أنا وعسيان فوق الروس شيلوا بعداي، بس لا تلجموا. أين تتوجه زينب؟ توجهت إلى أهلها، توجهت إلى بني هاشم. شلون تنعى زينب؟ ماذا تقول زينبها؟ صاحت الصاير، الصاير بهلنا ولا لفونا لفونا يا وبيان الأجانب ضيعون ضيعون. لا عباس يبرالي ولا حسن أخويا ولا حسين، يضربونا ونشقف بذين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وتسعة المعصومين من ذريته وبنيه لشفاء المرضى. وعندنا مريض الأخ عدنان، لا تنسونا من الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 يا كاشف السوء والبلوى، شافي وعافي كل مريض يا الله. من أوصانا بالدعاء؟ المريض المنظور منه الأخ عدنان، الله يشافيه ويعافيه إن شاء الله. اللهم إن عليهم بالشفاء العاجل بعليل كربلاء زين العابدين يا الله. اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر، عجل في فرجي مولانا صاحب العصر والزمان. وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم، الفاتحة مع الصلوات. على جروحي وقمر